فقرة ضيف التحرير سنخصصها لملف كورونا والوضع الوبائي في المملكة، حيث وجه الطيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه نداء إلى المغاربة فيما يتعلق بتلقي اللقاح المضاد لكورونا، موضحا أن اللقاح يحمي من الإصابة بالوباء ومن الحالات الخطرة ومن الوفاة بشكل مذهل وفقا لإحصائيات وردت من روسيا وبريطانيا، مؤكدا في ذات الوقت أن الأشخاص غير الملقحين ينقلون الفيروس 12 أو 12 مرة أكثر من أولئك الذين تم تطعيمهم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من العرائش الدكتور الطيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية. دكتور صباح الخير. صباح النور ومرحبا. ذكرتم أنه في بريطانيا وروسيا تسبب متحور دلتا في زيادة عدد الإصابات بكوفيد 19، ما هو السبب وراء ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس جراء متحور دلتا الهندي، وماذا عن المتحور البريطاني؟ الآن المتحور الهندي الدلتا، الدولة اللي كيدخل ليها طبعا كيتحول الى هو السائد في بريطانيا اليوم. متحور دلتا هو السائد 100%، يعني انتهت السلالة القديمة، انتهت المتحور الفا البريطاني اللي كان سائد اليوم في الدلتا. كذلك في روسيا الدلتا هو الأغلبية ديال الإصابات الجديدة، وهذا علاش؟ لأنه متحور دلتا كينتشر بواحد السرعة أكبر 60% من المتحور ألفا، وبالتالي أي دولة كيدخل ليها إلا وكيولي هو الغالب. النقطة الثانية، أي دولة كيدخل ليها إلا والوباء كيتسارع، كتولي عنده سرعة كبيرة بزاف، وهذا الشيء اللي لاحظناه في جميع الدول اللي دخل ليها دلتا. وهذه المقارنة كنا درناها ما بين بريطانيا وروسيا، فيها انتشار ديال الدلتا، فيها انتشار ديال الوباء من جديد، ولكن اللي مهم بزاف هي نشوفوا الوفيات في بريطانيا والاقسام الانعاش في بريطانيا وفي روسيا اللي هما جوج دول مختلفين من حيث النسب ديال التلقيح ديالهم. نعم. طيب دكتور، يعني قلتم ان اللقاح يحمي من المرض ومن الحالات الخطره ومن الوفاه بشكل مذهل، لكن يعني في المقابل هناك من اصيب، يعني بعد تلقيه جرعتي اللقاح أصيب بفيروس كورونا، كيف تفسرون ذلك؟ وهل تكون يعني كيف تكون طبيعة الإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح؟ هذا هو السؤال المهم، هي كيف تكون الإصابة بعد بالنسبة للناس اللي ملقحين؟ نعم. كيفاش كتكون الإصابة ديالهم بعد الإصابة بالفيروس؟ هنا علاش كنا جبدنا ذكرنا يعني المقارنة ما بين روسيا وبريطانيا، هي أنه في روسيا آلاف الحالات يوميا، في بريطانيا كانوا آلاف ديال الحالات. في بريطانيا الحالات لم واخا 100% ديال الدلتا، لعدد الحالات الجديده ماشي اقل من الحالات في روسيا، لان هناك 66% من الناس ملقحين في بريطانيا اللي خذوا على الاقل جرعه واحده، بينما هناك فقط 15% في روسيا اللي ملقحين، وبالتالي اللقاح كينقص من انتشار الفيروس. الحاجه الثانيه والمهمه بزاف هو انه في بريطانيا الناس اللي كيتوفاو 6 ديال الحالات يوميا او 8 ديال الحالات يوميا. في روسيا اللي ما عندهاش تلقيح بزاف الناس اللي كيموتوا 600 و700 وفاة يوميا، فاذا الفرق هائل وشاسع ما بين دولة فيها تلقيح ودولة ما فيهاش تلقيح. رجعوا للسؤال بالنسبه للناس اللي كيتلقحوا، طبعا الناس اللي كيتلقحوا كيمكن يتصابوا بالفيروس، ولكن بشكل نعم بالاصابه بكوفيد، ولكن بشكل قليل. النسب الى خدينا اللقاحات كلها جمعناها كنلقاو بانه حتى في الدلتا اللي هو كيأثر على المناعه واللي كيضعف المناعه ديال 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 اللقاحات والفعاليه ديالهم، الناس اللي تلقحوا جوج الجرعات النسبه ديال الحمايه ديالهم ما غيتصابوش بكورونا بالاعراض 80% ديال الحمايه. 80% هذا 80% ما كيعنيش انه 100 ناس ملقحين غيتصابوا لنا 10، كيتصابوا لنا 100 ناس ملقحين كيتصابوا 5 ولا 6 بكورونا قليله. ولكن اللي اهم من هذا هما الناس اللي عندهم جوج جرعات اللقاح ديالهم، تقريبا 94-95% ما غيمشيوش للمستشفيات، ما غيمشيوش لاقسام الانعاش، وكثر من هذه النسبه ما كتكونش فيهم الوفيات. وهنا كنعزوها بهذا الرقم، هذا بالرقم اللي كاين في الولايات المتحده الامريكيه، واللي عنده المسؤول الطبي الكبير في فاوتشي في الولايات المتحده الامريكيه، وهو مستشار ديال البيت الابيض الاداره السابقه والاداره الحاليه بالنسبه للكوفيد. 99.2% ديال الناس اللي كيموتوا في الولايات المتحده الامريكيه في الايام الاخيره، 99.2%
اللي كيموتوا هم غير يعني ملقحين. يعني في هذا السياق دكتور، يعني كما ذكرتم الآن، يعني نقلتم عن الدكتور أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للبيت الأبيض والإخصائي الأمريكي الرائد في الأمراض المعدية، أنه وفي الولايات المتحدة حوالي 99.2% من الوفيات الأخيرة جراء كوفيد 19 كانت لأشخاص غير ملقحين، وهنا يظهر جليا لنا يعني أهمية تلقي اللقاح ضد الوباء، أليس كذلك برأيكم؟ بالضبط، هذا 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 الرقم بالضبط هو اللي هو اللي هو اللي ذكرتيه دابا، ديال أنتوني فاوتشي وديال الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا رجعنا للمغرب، في المغرب عندنا عشرات الملايين من المغاربة اللي تلقحوا، في العشرات الملايين كاين 3500 تقريبا حالة اللي تصابوا مرة أخرى بكوفيد، من أصل عشرات المليون 3500 اللي تصابوا بكوفيد، وهاد 3500 الأغلبية المطلقة ديالهم تصابوا بكوفيد في حالات خفيفة جدا. إذا مشينا لأقسام الإنعاش كنلقاوها اليوم في المغرب فيها الناس الغير ملقحين اللي ما خداوش اللقاح ديالهم، هم الأغلبية ديال الناس اللي كاينين في الأقسام ديال الإنعاش. ومع الأسف احنا باقيين في الأيام المقبلة مع حد الفيروس كينتشر، من حد أقسام الإنعاش غتزيد تمتلئ لا قدر الله إذا ما خديناش الاحتياطات. فإذا هاد الحماية ديال الفيروس كاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في المغرب، شفنا مع الأسف دولة تونس الشقيقة كيفاش وقع انهيار المنظومة الصحية. صحيح. لأنهم كانوا مازال ما وصلوش، يعني يلاه توصلوا واحد تقريبا 2 مليون ديال الجرعات ديال اللقاح، كيفاش وصلوا هذه الوضعية ديال المنظومة الصحية اللي عمارة المستشفيات. طبعا يعني كنتمناو انهم يخرجوا بهذه الازمه في القريب العاجل باذن الله، ويتجاوزوا هذه المحنه هذه. نتمنى ذلك. يعني عمليه التلقيح دكتور يعني اصبحت ضروره حتميه في ظل كل هذه المعطيات وتسارع انتشار هذا الفيروس بعد ظهور متحور دلتا، يعني على وجه الخصوص في فرنسا مثلا تم فرض اجباريه تلقي اللقاح من خلال وجوب تقديم بطاقه التلقيح قبل دخول بعض الفضاءات العموميه. في هذا السياق كيف يمكن إقناع المواطنين الآن بتلقي اللقاح إذا لم يبادروا بأخذه لحد الآن؟ النقطة الأولى، احنا كنأكدوا على جميع المغاربة اللي وصل الدور ديالهم باش ياخذوا اللقاح يمشيوا ياخذوه، ولكن عندنا كذلك المواطنين اللي عندهم 40 سنة فما فوق، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هادو خصهم، هادو وصل ديجا الدور ديالهم، وصل لهم الموعد ديالهم، الأغلبية فيهم تلقحوا، الواقع هو هذا، الأغلبية الكبيرة جدا ديال هاد المواطنين تلقحوا، ولكن باقي عندنا واحد النسبة ديال المواطنين، كاين مواطنين مغاربة اللي عندهم هاد الفئة ديال العمر أو اللي عندهم أمراض مزمنة ما تلقحوا شيء، حيت عندهم تردد ولا نساو ولا هملوا ولا خافوا. حنا هاد الناس هادو كنتوجهوا لهم أنهم يمشيوا يتلقحوا. علاش؟ لانه الفيروس ملي غادي ينتشر، غادي ينتشر كينتشر في المجتمع، ولكن الناس الوالة اللي كيطيحوا واللي كيمشيو الانعاش اللي كيمشيو الوفيات هما الناس اللي عندهم هذه الفئه العمريه وما عندهمش تلقيح. هذا النداء الاول. الحاجه الثانيه، هاد المواطنين المغاربه كلهم كتلقح باش كتحمي راسك، ولكن كذلك راه كتحمي المحيط ديالك، لانه ملي كتلقح الناس اللي ملقحين كاين الناس اللي ما تلقحوش كيبقاو ينقلوا الفيروس باستمرار، الناس اللي كيتلقحوا كاين الناس اللي كيتلقحوا كاين اللي كيبقى كينقل الفيروس، ولكن الفرق كبير وشاسع. الناس اللي غير ملقحين ينقلون الفيروس 12 مره اكثر من الناس الغير ملقحين، وبالتالي ملي كنتلقحوا كنحميو راسنا ولكن كنحميو حتى المحيط ديالنا. الحاجه الثالثه هو انه ملي كنتلقحوا كلنا راه حنا كنساهموا باش نقضيو على انتشار الفيروس في البلاد ديالنا ونوصلوا المناعه الجماعيه. اذا ملي كنتلقحوا كننفعوا البلاد ديالنا، وكننفعوا الاقتصاد ديالنا، كننفعوا المدرسه ديالنا، كننفعوا المساجد تبقى مفتوحه، كننفعوا الحياه الاجتماعيه تبقى مفتوحه. فاذا البلاد ديالنا دارت واحد المجهود كبير باش توفر اللقاحات. من العيب انا شخصيا كنقولها، حرام نلقاو في السبيطار اليوم مثلا في طنجه في الانعاش نلقاو ناس 10 ولا 5 ولا 6 الناس في الانعاش مثلا في التنفس الاختراقي، بينما احنا في العطله كانوا يكونوا مع وليداتهم في العطل، كانوا يكونوا مع ابنائهم في العيد. علاش جايين في الانعاش؟ لانهم ما داروش واحد ليبرا اللي البلاد ديالهم وفرتها لهم، واللي العين وفرها لهم، واللي هي متوفره في الوقت اللي دول اخرى كتمنى تكون عندك الجرعه ما عندهاش. صحيح. هذا هو هذا هو
ونتمنى أن يصل هذا النداء لجميع المواطنات والمواطنين، وأن يتحلى الجميع بالوعي والمسؤولية يعني اللازمين في ظل كل هذه المعطيات وفي ظل هذه الأزمة الصحية التي تضرب المغرب والعالم بأسره. الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. إذن مشاهدينا، لازلنا نواصل تقديم فقرات صباح الأخبار دائما على قناتكم ميديان تي في. فاصل ونلتقي من جديد عند رأس الساعة، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.